بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عشر كينا عاوة وحكب الله منها يا آيات بقول هي أفرية طبنات وحنكو إكان دونا بمشيئة الله آيات بقول صدنية أفراد وحككو أمي دونا كوي اللواتنا آيات تقريبا. قال تعالى: ربي وحوي لا خير وح خيركم السقنا في كثير إن فربضنوا من نجواهم ضدك فقوضة يكل مضوضة يشرر كوضة وح خيركم السقنا إلا من ماهنه أمر فري بصدقة ضدك صدقة ضدك الدليدة اعتبر تير إلا عاويه صدقة سي أما واجبها هاتو صدقة واجبة أما سنها هاتو ويو والنفع حمها وجود بيا اتكلت وجود بيا بركا أجريس وبدنيه أو معروف أما ضدك فري شيء وناجا حمانتي بضدك كلا الدجالمية وناجين وأشيعية وحي حقي بضدك وعدينية حمانتنا وجد جيا والنفع متعدية وقفك عن كري كواهين وعبادة قفك لوجود بيسا أو إصلاح أما وناجين بين الناس تذكر دحذو اللي وناجيو تذكر دبكو دحيالي أما اللي وقف ها هاتو أما اللي وقيس ها هاتو أما اللي وقرن ها هاتو أما لد وحي ربتها تذكر دبكو دحذو ديالي وتذكر محوها إصلاح يواناك يو سمعين إياه تذكر بسجيد إياه حرقفتي إياه حمانتي وماشك السار إياه صدح ذا الرموت وحن كأهين أو كلام ماذا هي شرارك لغبتها وحغيرك مجرم. ومن يفعل هذا بقفك السمية ذلك السدى السمية ابتغاء مرضات الله صور الله إله الرادنية والصدقة دي بحيي تدكي وناك والشيغي السلاح بين الناس بالسمية قفك السدى يالا فسوف هدك الدبان نؤتيه سين دون أبو يريب أجرا أبا القد عظيم وأذو بصير نوير له مرك أجري لما كوبين إلهي عظيم بو كت المامي إلهي وحو عظيم كت المامينا ووح آذي آد أوين. طيب مرك شرارك يكول ماذا لغبتو صدح ذا هديك بحسينهين وغيرك مجرو حقا يسكدك وخيرا كمجرو ساسوير الله سبحانه وتعالى. لا خير وخيركم السقنا في كثير من فربضان ومن نجواهم ضدك فقوضة يشرر كوضة يسيمات كوضة إلا من ماهانة أمر فري ضدك بوحو فري بالصدقة وضدك هل عاوية ضدك وابركع واباب بأن ضبك كدنسا هل عاوية ضدك أو معروف شيء وناقة منكر باميشي كجرة منكر كي حمانتي ولدك علمية أو إصلاح بين الناس وضدك دحذو ذي وضبك الشدية هي وضدك الدمينية. ومن يفعل غفك السمية ذلك السيدة لكن بشرط ابتغاء مرضات الله ردها إلهي ضلب كيسة أسوق الدونية وارمها السمية فسوف هدك الدبان نؤتيه السينة إن أبو يريب أجل أن أبا القد عظيما نويل. ومن يشاقق الرسول رسولك غفك خلافة هو محي رسولك وحي نوليمد أو نفريو يوحي نوديدي قفك كو خلافة من بعد ما تبين انت وعدا ذي كدب له كا الهدى هنوك با وعدا ذي واجب أبريي ويتبع ذي نرعة غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددو ذا وضع نهين بوقا ذي أو وضد مؤمنين تو ووضد إلهي تلمامي رسولك لنقو حقيوه يا رسولك أمده وقباقا يوه عن هذين يوه نوليه كاوحا وقولي يالينا ما تولى
wuxuu ka wariyeeshay oo wadada muuminiinta midda aan ahayn uu qaaday oo dadii shaydaanka uu qaaday sooma tii baa lagu sii hanuuninayaa, tii baa lagu sii hamboorinayaa. Oo nuslihii waan gelinaynaa buu yidhi ebe jahannama, naarta jahannama la yidhaahdana masiirkiisay noqon doontaa, halkaasaa la gelinayaa. Wasaa waxaa xumaaday masiiran meel loo noqdo hiyo jahannamo waa ugu xumaan badnaatay buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala, meeshaasaa ugu xun. Dayib, marka waxa weeye muuminiintu wadda ay leeyihiin, waddada ay leeyihiin waa maxay? Waa waddadii ilaahay nooga raali noqday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina. Wataa waddadeen. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ninkii ka leexda waddadaas wuxuu sameeyana laga aqbali maayo adduunka aakharana, ninkii khasaaray inta khasaartay buu ka mid noqonayaa. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ rasuulka qofka khilaafa min bacdi maa tabayana intuu u caddaaday lahu qofka alhudaa hanuunka intuu u caddaaday kadib khilaafa markuu khilaafana xaguu maraya ويتبعوا حرايا غير سبيل المؤمنين مؤمنين توضدودي وضعنا هين تلبا وضعهم باجرتا وضد إلهي وضد شيطان وضد شيطان كو قاضي نوليه قف كاسيو وحان وقولي يلينا نجعله ما تولى وحكوري شيء وشيطان إيو حزب قيسا قسال وقولي يلي ونسله جهنم نارت جهنم لينا وقليلينا وساد ويحماتي جهنم masiiran meel loo noqdo. Ina allaha eebbe laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi billaahi gayrahu, in ilaahay iyo uunkiisa wax la isugu daro qofka dembigiisa ma dhaafaayo. Wa yakfiru waa dhaafayaayo maa duuna daalika wixii ka soo hadhay shirki, laakiin nin walba maaha liman yashaa qofka ilaah doono qofkaasu ilaahay u dhaafaya subxaanahu wa tacaala. waman yushrik qofka la wadaajiya billaahi eebba gayrahu ilaahay iyo uunka wax isugu dara faqad waxaa dhaba dalla inuu lumay kaasi dalaalan baadi baciidan aad xaqa uga fog kaasuu lumay buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. Waa lumay ninkaas, kuwaa lumayna waxa weeye waa kuwan soo socda yadcuuna uuma yeedhayaan dadka min duunihi ebe sokeydiisa markay wax la wadaajinayaan ilaa inaasan wax dhadig bay dadka ugu yeedhayaan asnaamtii la caabudi jiray oo wax dhadig. Hadda kuwa qur-aanka ku sugan oo laata iyo cuze iyo manaata iyo waa wax dhadig wey, way dhadig yihiin, wax lab maaha. Marka cuze aliftaasaa tusinaysa oo alifu taaniitha laata waa ta'dii baaba ku jirta oo inay dhadigaan ku tusinaysa, manaata ta'dii baa ku jirta. Marka waxay wax ugu yeedhayaani waxa waaye waa wax dhadig, yadcuuna maa yadcuuna dadkana ugu yeedhi maayaan ilaa shaytaanan, shaytaan maahane mariidan madax adag oo macangaga oo mujrima maahane wax kale uguma yeedhayaan. Kaasoo lacanahu allah, ilaah uu lacnaday oo dusha uu kaga tuuray lacanad inuu naxariistiisii ka fogeeyo oo ka seeray. Wa qaala, wuxuu yidhi marka shaydaan markuu ogaaday in naxariistii ilaahay laga eriyey baa wuxuu yidhi laattakhidanna eebba waan yeelanayaa min cibaadika addoommadaada adiga ku caabuda nasiiban baan ka yeelanaa qayb mafruudan mucayanan muqadaran waa qayb la qadaray kaasaan ka yeelanayaa buu yidhi. Qaybta uu leeyahayna waxa weeye 1999 buu leeyahay. Qaybta uu sheegay nasiiban mafruudan uu leeyahay waa waxa la faral yeelay oo mucayana. Marka 1000 hal qof baa badbaaday, hal qofna ilaahay baa iska leh, inta kalena isagaa leh. Dayib, wuxuu yidhi eebba hadda ninkii shaydaanahaba wuxuu yidhi walaa udillannahum walle waa luminayaa addoommadaada walaa umaniyannahum waan rajo gelinayaa. Waxaan leeyahay aakhare wax la yidhaah ma jiro,
حسابي مجرتو إله ليسو هرتجيا مجرتو كسان كورانيا ولا أمرنهم وانفريا إن الدجاه جحجحان فليبتكن وحجحجحيا آذان الأنعام صدح دعانها معان دجوه ذي الدلعنيا مذوا العقلي مذوا فرلي مذوا هيللي يعني محاوية سو ما لدنا يسمي جرينا عند داسي هذا وسمين جرني ولا أمرنهم ولا وانفريا تغيير أنفسهم تحوله بياهيد ولا أمرنهم وحنفريا بولي الشيطان وحنفريا بن آدم كين يجنا أي سميان يسبدل أو فلا يغيرن وحيجنا بدليان خلق الله إلهي أبور كيسي بل بدليه تطبع الكايس كب حين واركتي ودغل دغدريري ما سميسن واركتي واسن كايس كدرايا واركتي كوا مارك ميلهن waxay ku sameeyaan wax rangiye ismarinayaan yahni waxa way xoolahiina way ku sameeyaan naftoodiina hadda way ku sameeyaan tayib waxa la leeyahay dhigta haduu durto macnay sameeyneysa haduu tan kala durana macna gaar ay sameeyneysa wada ragteen waxa la sameeyaa hadda shaydaanku suu ugu qurxiyay fala yughayyiruna khalq allah abuurki ilahi bibdalaya ومن يتخذ الشيطان شيطان قفك كياشا وليا قعل من دون الله يبسو كيديس قعل كدفتا فقد وحدابا خسر كاسينو تعبالي خسرانا تعبال مبينا وعدو تعبال مركب حكو تعبال الشيطان واكن يعدهم حؤية بوحية أو يمنيهم وكره جقلينيا محوهاي وحبادلة أو وحبك هجرين بوبارتكو رجقلين إياه وما يعدهم الشيطان شيطان وحؤية بوحيو هذا مهن ما هان إلا غرورا باطل إيو بين هواس ما يحكل ما هان حضب أولئك كوا مأواهم مكان كودي هوي كودي قري كودي قوشو جهنم هو نارت جهنم ليه قليا ولا يجدون هلي مايان عنها جهنم حق هذا محيصا ملجان مفر مال لوغا عررو يميل لغا بدبادو خبا يراتي مجرو وفكي جهنما أي مضاتو خلاص وي حلقا سنبا مارت مهاي وكور ريق ميا ساسوير يب إن الله يب لا يغفر مردافو أن يشرك إلا لو ذاجيو به بالله إن لو ذاجيو أون كيسا ويغفر وردافيا ما دون ذلك وحي شركي كصوهري حتى شركي هذا غف وكتبه بكينه وهلا كأقبلية لكن عدوه كأقبلية وامي وأيه لمن يشاء قفك إلهي دون سبحانه وتعالى ومن يشرك قفك لو ذاجي بالله يب غيره لو ذاجي فقد ضل والمي ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نار با هوي قيسي قري قيسا فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون مع بوديا من يدعون ومن يريا ضدك من دونه بس كيديسا إلا إناثا واحد ضدك بي ويريا وإن يدعون مع بوديا إلا شيطان الشيطان مريدا مضح أضغو معنك وهو مجرمة وألدي ذي لعنه الله كسو إلهي ولعن ذي ونحريستي سو كفوكي إن عليك لعنتي إلى يوم الدين وقال وحير الشيطان لا أتخذن يا شئب من عبادك أدوم مضاد نصيبا بيالني قيب مفروضا أو عيما أو تركوبا و هم هيكون كيبا سقال بقول سقاشن يا سقالوا ولا أدلنهم ولا والو مني ولا أمنينهم ولا ويد الديل الجليني سيدا أي مارة النصيب كان كوية لنا والله مني وأنا رجل قلين ولا أمرنهم وحنفري وهم هاي إني لقاها حولها جحجحان فلا يبتكن مركز سيد الدلاء إني آذان الأنعام نعمولي دي دقوهو دي كسال الدلاء إني ولا أمرنهم وانفري فلا يغيرن مركز سيد بدليا خلق الله إلهي أبو الكيسي كسال بدليا
ومن يتخذ الشيطان شيطان قفك كي يشوريا قعلنك كدقته من دون الله إبس كيديسا فقد خسر قفك وتعبالي خسرانا تعبال مبينا وعد حبسارني هيا ليعدهم حوية بوها يا شيطان الباطل ويمنيهم ورجق لنية وحوليه وروح الدون كان أحكدن بيا مجرو وما يعدهم الشيطان شيطان وما يبوه أعوان تيسا يددكو عن هادين أيو إلا غرورا باطل أولئك كوا ما واهم مكان كود جهنم نار جهنم لا يراوي ولا يجدون هل ما ين عنها جهنم حق هذا محيصا مفرا ملجأ مهليان ملائكة قبت بادان مجرمين تمرقوا كورهم يا الله سبحانه هذا المؤمنين والذين خيارتي آمنوا حق الرمي وعملوا الصميان الصالحات عمل يلوان أكسن سندخلهم وانقلين إن أبو يري بهذا كذب جنات جنوين كيو تجري ترير يسو يسعون يسو من تحتها هست هذا الأنهار وبياله أفرتاها وملب كي عانه خمرضي يبيه خالدين يو كواريا فيها جنوين كادحدو ذا أبدا ورقوذو لا نهاية لما شوح ليراهدو مجر نكي جنة قلاي ورقي وحوايه أرموك بحال ماله مركوا أبدا الأبدين وعد الله ويبوه إبوه حقا أو دبا تتك مؤمنين تا وحاو يبوه مجرمين تا وحاو يبوه وحاو يبلنقات أو دبا أو بيك ودبعان ومن استقوا ياك غرهم بضن اللهم لا أحد أستقى قفك غرهم بضن مجري من الله بحقيسا قيلا أره إلهي وحو يراه دي وحو كوه الله وحق حلو حكوها الله وحصمي واحق ضيب مرك عيدك قرهم بذني مجرتو إلى الله سبحانه وتعالى ليس ما أهان بأمانيكم إذن كيد الديل ذينا ذاتهين أمة محمد ولا أماني أهل الكتاب كوي أهل الكتاب كاها يهودي نصاراها أيغن يد الديل ذو وحكو أول ماها وحنا ما تريس من يعمل لك السمية سوء حمان يجزب به والغو أبا المرينية ولا يجد هلي مايو له إساق لنفسه من دون الله بس كيديس وليا وحق على وقرقار قعل هلي مايو ولا نصير وحق قرقاران هلي مايو مركا لمنك أهل الكتاب كاها وحي كويلهين أمة محمد نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم نبي جنّا كهري موسى عيسى با يكهري نبينا محمد كتابنا لقصود دجية التوراة الإنجيل الزبور يو با كهري كتاب كينن مركا وإلى فنحن أولى بكم نحرست إليها النجا إذا كحقني ما بضني له مركا سأمة محمد هي أنا واحد لهن واحد لهن نبينا أفضل الأنبياء بيضه النبي وفد قبضناه كتاب كنوا كتاب بدي لسهد جيارنا كي وفد قبضناه لقونا الصخيوة فنحن أولى بكم أن جا إلهي نحرستي سيدك جا أوليسا مركز الله بدي وبكوا يرس سبحانه يدي الديلة داس يرجعها سو حقبان ما يو وحو حقبان يا العمل الصالح والإيمان الصحيح ما وحقبان يا قفكي حمان سمايا من تسوالغا أبال مرنو ولغا جزينا هلي لما أي نفتيسا وحمارة وريوهو قعلوهو قربك قبطا يوحو قرقار مدني هلي ما أيوه والذين أخيارتي آمنوا حق الرميين وعملوا الصميين الصالحات عمل يلوان أكسن سندخلهم وانقلين إن أبو يريب جنات فانقلين إن تجري الدرير يسو من تحتها من تحت أشجارها وجدرانها عيسى قلقل عيسى الأنهار وبياله خالدين يوكواري فيها جنوي كدحذ أبدا ولقد با وعد الله وعد الله يبايا بوهي وعد الله يبوهيسي حقا أو دبا بلهي يبوهي
kuwa mujrimiintana waa u yaba kuwa muuminiintana waa u yaba ahay umana xadkeeba asdaqu kaga run badan wax ka run badani ma jiree min allaahi eebba xaggiisa qiilan odha laysa maahani biamaaniyikum idinka rajihiinna ididiiladiinna ma aysan ahaanin walaa amaaniyi ahli lkitaab kuwii ahlu kitaabka ahaa iyagana yididiiladoodii wax ku ool ma aha waxna qaban mayso waan rajeeyey muxuu ahay am lilinsaani maa tamanna qofku wuxuu iska tamaniyo waxba tari maayo kalgacayl wiil laguma dhalaa la yidhi man yacmal qofka sameeya su-aan xumaan yujza bihi xumaantii baa lagu jazaynaya laga abaalmarinaya walaa yejid heli maayo lahu isaga min duuni illaahi eebba sokeydiisa weliyan gacal walaa nasiira wax u gargaara midna ma helaayo haddaba waman yacmal qofka sameeya min asaalixaati camalyaal wanaagsan qofka sameeya waa inuu camalkii cuskan yahay iimaan wejiga ilaahayna loola jeedo shareecadana uu waafaqsan yahay qofkii camal wanaagsan sameeya wamin dakarin qof lab ah aw unsa qof dhadig ah wahuwa isagana mu'minun qof ilaahay rumaysan uu yahay fa ulaa'ika kuwa yadkhuluuna aljanna jannaday iska dabaalanaya jannadii bay iska gelaya tii hore waxay sanudkhiluhum jannaatin tanna waxaa la yidhi muxuu ahay wuxuu eebba yidhi subxaana yadkhuluuna aljanna jannadii bay gelaya isma diidayaan oo ilaahay baa markii horena ballan qaaday waa la gelinayaa waa lagu maamuusayaa maaragtay haddana iyagana dee way ku socdaanoo muxuu ahay gaadiid baa la saaran yahay lagu gelayo walaa yudlamuuna laga dulmin maayo wixii ay sameeyeen oo camalkii saalixa ahaa ah naqiiran laftimireedda inta yare maaragtay lafta jeexan intaa in leeg xataa laga dulmin maayo iyo ka sii yar midnaba hadduu wanaag yahayna abaalkiisa iyo ajirkiisa way arkayaan hadduu ciqaab yahayna ee way arkayaan ciqaabkiisa waman axadkeeba axsanu wanaag badan diinan xagga diinta iyo diinta oo la raaco oo la rumeeyo miman axadka axsan aslama dhiibay wajhahu wejigiisu u dhiibay lillaahi eebbe wejigii baa la cabiray laakiin jidhka oo dhan baa loo jeeda ilaahu halkaa u jeedsaadii tidhi waan wada jeedsaday wa waxaadii fartay waan yeelay wahuwa isagana muxsinun daacada oo ilaahay u daacada cibaadadiisa u daacada oo wattabaca raacayoo millata ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim diintiisii raacay ibraahiim oo xaniifan ah mid baadilka ka leexda samaanta iyo wanaaggana u leexda wattakhada allaahu eebba wuxuu yeeshay ibraahiima wuxuu ka yeeshay khaliila ilaahay baa saaxiib ka yeeshay markuu saaxiib siduu uga yeeshayna dadkii buu ka doortay oo rasuul baa laga dhigay oo risaaladii baa lagu soo dejiyey marka waa khaliil khaliilullaahi wey walillaahi eebbe waxaa u sugan maa fi samaawaati reeryaalo waxaa ku sugan xagga abuurka iyo milkiga iyo maamulka iyo tasarufka iyo wamaa fi lardi waxa dhulka ku sugan oo dhan ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala ciriya dhul bal adduuniya aakhiraba isagaa leh wa kaana allaahu eebba wuxuu ahaaday bikulli shay-in wax walba dhammaantii muxiidankii kooba bicilmihi wa qudratihi buu ilaahay ku koobaa subxaana wa tacaala taasuu eebba yidhi waman axadkeeba waman yacmal qofka sameeya min asaalixaati waxyaabaha wanaagsan mintaa waxay tusinaysaa min asaalixaati ku jirta qofku wax alla wixii camal saalix oo dhan ma wada samayn kara been ma yeeli karo inuu wax alla wixii camal saalixahay oo dhan inuu wada dhammaystiraay way adag tahay marka min asaalixaati qofka sameeya camalkii wanaagsanaa wax ka mid a oo min dakarin qof laba aw untaa qof dhadiga wa huwa qofkaasina mu'minun uu yahay qof rumaynaya alla subxaana fa ulaa'ika kuwa yadkhuluuna aljanna jannadii unbay iska dabaalanaya oo iska gelayaa kolba midday rabaan bay iska gelayaa ama jannatu nnaciim ama cadna ama firdowsa meeshaa rabta adugu gal
ولا يظلمون من لقد ظلمنا يا نقيرا انت يرد الله على افتمرات كدبر كذا قلت هل انت ان لك اي سمايين لقسك ساقي مايو ومن احد كيبا احسن وكون اكبر اللهم لا احد احسن وبجر قف كون اكبر دينا حق الدينته يا وكون اكبر ممن احدك اسلم وجهه وجهيس وديبي لله الدنيا دي كرن شيغي سيدي الهي ودوني ربي سو عابدي وهو محسن نسق ولب الضاعده او عبادته سي الضاعده يو غدنيا وهو تبع راعي مله ابراهيم ابراهيم دينتي سحنيفة سو ابراهيم بادر كل حال وهو محسن ادركت قوانين تمرك اللي اسكو دارينيو حتى وحي والله ويو بالله ويو تالله ان ان دلكا دلكا لو هرمريا دلكا يا ددكا meelaha ku muslimiinta diinta loo dimariya iyo diinta way barka dhan inaan marti xilkayga ugu gudanayo si daacada oo dadka danta dalka iyo dadka ay ku jirtay leey waatan daacadnimada rasmiga ah iska doonayo oo muhsin wa tabaa raaci millata ibraahima ibraahim diintiisa xaniifan isoo kale xanaya ibraahim baatil oo dhan حقوا لحنيا واتخذ الله يبوع كيشي إبراهيم نبي الله إبراهيم وكيشي خليلا صاحب وسرتي سكو آميني وأمدي وكدورتي بإله كيال سبحانه ولله يبوع حقوصوا ما في السماوات رجاله وحقوصوا وما في الأرض وكان الله يبوع هذا بكل شيء وعلى أركدما أنت كل محيطا لك وبه ويستفتونك وحيري له وحي كسؤال ويدينيان في النساء دمرك وحي حقه إليهن يو حقه لقوله أوه وحي أبا حق إليهن وحكم ذا دحلك يبا كم ذا وحكم ذا هدي قفت الرير لي ذهي وحي لذا مهر وحي لذا مصروف وحي لذا مسكن يقوري كاسي حق لي ذهي يذن وحا لقوله حقوق ذا انتا إلا إغاه يلقوله قل وحتى رحضا الله يبا يفتيكم إذين كورمي فيهن تمركز يوحي حقه إليهن إلهي إذين كورمي سورة باللوغة يذن وإن كسوا مرني وما قرآن كنا وكورمي يطلع لأخرين عليكم هركين في الكتاب كتاب كان قرآن إلي إذين كسوا الدجي أساقنا وكورمي قف والبابا حقي إسا ومارت كتابك وعيمي طيب وحكى له إلهي ذنك والرمية في يتام النساء دمرك أقوى مضاها التي دمرك أسو لا تؤتونهن إذا سينين ما كتب لهن وحي الله قري إذا سينين وحي حق يقولها هدي مهرتهي هدي مصروفتهي هذا مرشدتها يا وحي أي لهايين أيضا سيني نبوي لله سبحانه وتعالى طيب لا تؤتونهن ما كتب لهن وحي شرعه وقري إلهي أقرري كسان للسينين ودحلك وحبلك ما السينين وترغبون أتجعليذين أن تنكحوهن إلى تقورستان مركا فعل كالرغبة اللي يراهده وفعل لازمة لما شيء بكو قدبا ومفعول قدبا ومدكو بعده في وما هذا سيدان الله غبينه وترغبون أن تنكحوهن في أن تنكحوهن هذا سيدان تلاهذي وحيجعليهن إنه يقول سيدان سببكنا وحواي قفتي وقروح بضان تهي ربان إيا الدلال قروح بضان بيليه ذهي نقالان ويهي سيدان مركا وحال ربا وحي ربان مركا إلي قرسدان بقاله دين أي كفا إيديستان ربان كيدي دلال كيدين أي كفا إيديستان الدونية والمستضعفين انت أنا كبحن وترغبون أن تنكحوهن عن أن تنكحوهن ساني قودي دقالة في عنا ما هيس ربان إيا دلال في عنا ما له مركا مر ربان مركاس
waxaa yaree horteeda ka maarad ka muuqdana waxay rabaan inay ka faa'iidaystaan ee dhaqaalaha qoftiina xuquuq ma siinayaan oo markaan ficilkaan can ku gudbina nacbay noqonaysaa markaas ayib waxaa kaleoo ilaah subxaanah wa tacaala uu nooga warramayaa walmustadcafiina kuwii tabarta darnaayo min alwildaani caruurta yaryara caruurta iyo dumarka xoolaha waxba lagama sii jirin carabta jaahiliyada waxaa la dhihi jiray qofaan duulaynin oo guluf kicinaynin oo geel soo dhacaynin ama geel soo ridaynin waxba kuma laha wax uu leeyahay xuquuqa ma jirto wa an taquumuu taana ilaah waa idinka warramayaa an taquumuu inaad istaagtaan an taquumuu inaad istaagtaano lilyataama agoommada bilqisdi si cadaalada iyo si garsoora inaad xuquuqdii agoommada aad ilaalisaan wamaa tafcaluu wax alla waxaad samaysaan oo min khayrina wax alla waxaad samaysaan oo khayra ha yaraada ha badnaado fa ina allaha ibakaana wuxuu ahaaday bihi khayrka caliimana la ogsoon wax alla wixii la sameeyo oo sharana fa ina allaha kaana bihi caliima ilaahay waa ogsoon yahay addoonkiisana waa ka abaalmarinayaa wayastaftuunaka waxay kaa warweydiinayaan fi nisaa'i dumarka qul waxaa tidhi allahu eebbayaa yuftiikum idinka warramaya fiihinna dumarka xuquuqdooda ay iyagu leeyihiin iyo wixii lagu leeyahay intaba wamaa yutla kaasina wuu idinka warramayaa wamaa qur'aanka yutla la akhrinayo calaykum korkiina filkitaabi kitaabka maxuuhaye isagana waa idinka warramayaa oo qur'aanka kuma jirto suurad la yidhaah suuratu rijaal kuma jirto laakiin suuratu nisaa waa middanaan joogno suuratu maryam ayadana dumarkay ka warramaysaa fii yataama annisaa dumarkii agoommada ahaa eed adigana weli u ahayd laakiin maca daalika haddana waa guursan kartaa adeerkaa waa dhalay gabadha ilma adeer baa tii ku bannaantay waa guursan kartaa marka dumarkii sida ahaa xuquuqdooda in la siiyo adigii baa weli u ah maca daalika haddana waxa waaye guurkeedu waa kuu bannaan yahay fii yataama annisaa allaatii dumarkaasoo laa tu'tuunahunna aydaan siinaynin maa kutiba lahunna wixii ilaahay u qoray ee shareecadu ay maaratay muxuumaha u meel marisay kaasaan la siinaynin watarqabuuna welibadanaad jeclaydeenoo an tankixuuhunna inaad guursataan ama watarqabuuna aad nacayseen an tankixuuhunna can an tankixuuhunna inaad guursataan walmustadcafiina kuwii tabarta yaraa oo min alwildaani wiilasha yaryar ka mida iyo dadka tabarta yar oo iyagana xuquuqdooda waa in la ilaaliyo ilaahay uu siiyey subxaanah wa tacaala wa an taquumuu waa inaad isu taagtaan oo lilyataama agoommada bilqisti si cadaalada wamaa tafcaluu wax alla waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ah ama shar ah fa ina allaha eebbe kaana wuxuu ahaaday bihi kaa la sameeyey caliimana la ogsoon oo addoommada muxuuhay ka abaalmarinaya wa in imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan aw icraada falaa junaaxa calayhima an yusliha baynahuma sulxa halkana waxay ka warramaysaa reerkii dhisnaa ee qaranka ahaa oo khilaaf waxoogaa soo dhexgalay iyo madmadow dayib qoftii dumarka ahayd ee marwada ahayd ee ubaxaa dhashay oo waxay aragtay odaygii oo waxoogaa muxuumaha indhaha ka lalinaayo oo xoogaa balafsan oo ka sii jeedsanaya bay aragtay taas hadday dhacdo ilee odaygii waxoogaa wuxuu rabaa inuu maaratay bahyar meesha keenuu doonaya qoftanna waxoogaa wa yar da' weynaatay oo dhabankiibaa wax iska bedelay oo yacnii dhalaalkeediibaa isbedelay marka taa hadday dhacdo intii dhibiman lah oo qaranku burburi lah waxaa fiican in laysu tanaasulo oo qoftii odaygii hadduuna ku sablamanayn oo uu ka laninayo indhah hadday aragto inay tidhaa warniyo maxaa dhacay maya haddee waxaan rabaa bal inaan
wax kale meesha keeno ma rabtaa iska keenso iska keenso aniga maarta masruufkii aad isiinaysay boqolkiiba konton haddaa rabto iska hayso gabadhaa kale ku masruufo ama guriga kaga bixi yacnii in la isu tanaasulo suluux la galo taasi waxay ka fiican tahay in la burburo oo odaygii dhinac maarata u dhaqaajiyo islaantii dhinac u dhaqaajiso ilmihii dhexda ay ka baxaan iyo caruurtii taasaa imaanaysa wuxuu yidhi ebe subxaana wa in imra'atun qof dumarihi khaafat hadday cabsato min baclihaa odaygeedii nushuusan hadday uga baqdo nushuuska waxaa la yidhaahdaa maarata muxuu ahay waxaa inuu sanka qofku taago nushuusan santaag bay ku aragtay odaygii bay ku aragtay iyadoo sanka taagtayna waan soo marnay suuradda iyonu ku soo marnay ilaah leeyahay subxaanahu watacaala haddii nushuus lagu arko faciduuhunna waxjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna baynu soo marnay halkaa qofta dumarkaa bay ahayd halkana waa odaygii oo waxoogaa santaag sameeyey oo intuu maaragtay muxuu ahaa gadhka casaystay bakoorad uu qaatay deedna maaragtay suuqa wareegayo xudxudsi amase shukaansi raadinayay aragtay haye falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa labadaa korkooda ma ahaanin an yuslixaa inay heshiiyaan baynahumaa dhexdooda sulxan heshiis inay heshiiyaan oo la isu tanaasulo wax dhibihi kuma jiro yidhi illah subxaanahu watacaala marka sulxu waa aad iyo aad buu u wanaagsan yahay reerkiina waa dhisnaanaya wasulxu sulixii baa khayrun yaa fiicnaan badan min aliftiraaq in la kala tago oo manxada laysu duwo oo kuma arkiyo kuma arka ay noqoto waxaa ka fiican in sulux la galo wauxdirat alanfusu naftiina waxaa lagu maarta soo xaadiriyo lagu kulmiyey ashuxa bakaylnimo oo odaygiina inuu tanaasulo way adag tahay oo gabadhu markay yarayd muxuu ahay naaskeedu taagnaa ee dhabankeedu uu taagnaa ay dhalaalaysay siduu maaragtay muxuu ah ugu qanacsanaa inuu ugu qanco wuxuu samayn jiray u sameeyo iyadana inay tanaasusho way adkaanaysaa wa in tuxsinu haddii wanaagaad samaysaan oo intaasaad isla noolaydeen gogol baad ku wada seexan jirteen gasiin baad wada cuni jirteen muxuu ahay caruur baa ilaahay dhexdiinna ka abuuray inaad isu ixsaan samaysaan way wanaagsan tahay walaa tansaw lfadla baynakum buu yidhi ilaah ha iloobina yacnii inaad maaragtay muxuu ahay inaad wax isu hurtaan oo wax isu samaysaan oo watattaquu allaad ka cabsataan oo qof walbaba xaqii lagu lahaa u ilaaliyo taas baa idiin wanaag badan fa ina allaha ibna kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan siriya caadba khabiiran alla u xogogo idinkula xaaltami doona kaasuu ahaaday walan tastadiicu buu yidhi karimaysaanoo an tacdiluu inaad u garsoortaan bayna annisaa'i dumarka dhexdooda walow xarastum aad ku dadaasheenbe ee falaa tamiiluu ha leexanina ha ka tegina dumarkii kulla almayli leexasho kulligeed ha ka tegina oo fatadaruuha aad kaga tagtaan dumarkii kalmucallaqa qof geed lagu xidhay oo kale aad ka dhigtaan marka eebe wuxuu leeyahy subxaana waxaan iyadu dhici karinba in maaragtay dumarkii aad garsoor u samaysaan garsoorka la sheegaayo kuma xirnaa in gurigii loo simo oo masruufkii loo simo oo labarigii loo simo taas waa laga doonayaa waana qasab taasi laakiin midda halka lagu sheegayo waa qalbiga qalbiga haddaad saddex dumara qabto ama afaraad qabto midunbu raaci adiga waxaad awoodi karto ood xukuntana maa maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam ina quluuba bani aadama bayna isbicayni min asaabici araxmaani yuqalibuha kayfa yashaa qalbigan waa cadkaa yar ee ilaahay halkaa ku abuuray waa meesha laga hago qofka bini aadamka
وهدي وهل كاسي أي فيعناته وفقوا فيعنانية هذا حماتنا وحمانية مركا إلهي مارت قعمي سيفجرتا سيدا أورب إلهي بدليا مركا وحقف كأود وكلية وما مولي كرما ما مولي كرم طيب قف ما جعلانس هذا عرورته هذا الشيء كل جود جعيل كاو وما سنا وحب بسوي جيدنا يا قلبي قاعد سوي جيدنا قلبي قاعد حب سوي جيدنا هي مركا مثل الشيء يه ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم وحوى قلبي قال الشيء أما إلى الله بريدة تنعاوى هبين دم الله بريدة تاكل هبين كلا الله بريدة قري يادو سنتو مصروف كي يادو سنتو مرين كي يادو سنتو ألا قد دون يقف تاسوا ألا قربا مرقو وحي إلهي الديدي سبحانه وتعالى إن قفتي اللي قد جيت سيدو وإن نغطو وحمارة تجيد لو حريو كلي قف كي مننا ما هيستو قف حرنا ما هو قيان كيذا كبيك سنة يسو نكي ربطو مارت قرسان كرتنا ما سيدا هكذا يقولوا يري الله سبحانه وتعالى طيب وإن تصلحوا هديد وناجسان إذن كأيو حسسكي ندحضو ده هديد وناجسان وتتقوا الله تكعب سطان فحسن أرنت وارن وناج سلوى فإن الله إب كان وحو أهذي غفورا ألا أدن بدافة يو أهذي قفك هدو حقاقفو هذا لك التوبة كانوا صون نغضو وقفك حقي سيو سيو وحو أهذي إله الدنب يقول دافة رحيما بعبادي أدو مدي سنة أن حري سنة يبير الله سبحانه وتعالى ويتفرق هديد دينه صلحي يوحو دنب شقيوه فعذوهن وشقين ويدي فهجروهن في المضاجع وشقين ويدي واضربوهن وشقين ويدي وصدح مرحلة وشقين ويدي فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما وحال يري حدي وخلاف كي سيجيرو لبقف وعادلين ومدنا قوارده قرابا ليهي من نويرك قرابا ليهي أرنت نوحوقوغا الكا أرنت هقالان حديد نواناق يا خير يسكو علينا يا واركان ولقا أقبل يا حديد كاله دي واحا ويوه واسيدان هذا سوى سعود نبي عليه الصلاة والسلام انتو دمر كيسا أقر صورة يا وحو رجري إلهي انتا سوى انتا انكره أنت أذوق كرتو أنا أنوق كريم له هي قوان وقلبك النبي ورجل عليه الصلاة والسلام مركز هذا درته وهي تفرق حديئي كالتقان وهي أردو شقين ويدي ولا كلا دقاجيي مركا حديئي لكالتقو يغني الله إلهي وحو كديقيا كهد منيا كل أركو ونكي إسلامتيا من ساعته إلهي فضل إيسا بلاران كاسو إلهي كهد من إياه كبردين وحسين إياه نمي إسفهم كران وضن نولان كران نولوشا أي وضوان دافين كران ننكينا سيغان غف الدومارة وإسفهم كران وضن نولان كران باي سيغان الله سين إياه وكان الله يبوحوا هذا واسعا الله فضل إيسو بلاران يهي حكيما وريبا مامل وناكسن وفضل قاب الله عن عدي مضنب إله السينية وإن امرأة قف خافض هدي عبسطه من بعلها وضيق يدي هدي وقبغضه نشوزا سنتاك هدي كؤركته هي سوء قصب لمين اندهنا كلا لنا ومسي عرادا مركي الله هذا الشبا وابا كجيتنه طيب فلا جناح واحد دنبية عليهما لبادي كركوضا ماهان إن يصلحا إن يهشيان بينهما دحضوضا صلحا هشيس إن يهشيان وحسلم بيلدقان وخلافك أي دميان وإن النغسع لبادي جيس لنغنين لبادي جيس سويمان مايان وصلحو صلحي يهشيس كي بخير في عنام بادن وحضرت الأنفس نففيالك وحا لغو كوبي الشوحة با
وخيلمه قفك ينو التنازلويات كانت وإن تحسنوا إن أدواناك سميسان وتتقوا الله أتكبغ ذنبا وفل بابا حق اللي قولي يهينه وقلتو يا فعنان بضن فإن الله كان وحوى هذي بما تعملون وحد سمينيسان خبيرا اللحقك ولن تستطيعوا مكرتان بيريب أن تعدلوا إن أدقر صورتان بين النساء الدمر كإن أدقر صورتان ما بكري كرتان ووحي قلبك وحي روى ولو حرصتم الدداشين به فلا تميلوا هكال ليحنين كل الميل ليحش كل جيد وفتذروها إذن أدكك تكتانو الدمر كالمعلقة سيقف لحدي وكلا رأينا الدرس النهاية يا مولاي انتاس وبيلوت وضي غير كلاها ما أنا عارف كله مقالة دون بولة شوغة غير كلاها المقالة دون دقن مركا أنا تعرف يعني ما كلمة علاقة يوم قفك إلا قد قاي وحونا أكسن ما حن مولاينا يعني كبض انتا يسند بقى ما سند أيضا وإن تصلحوا هدي أدوانا أكسن ما يسان أوه هذه سلاح حسين ما أفسدت واحد فسهاديسين وتتقوا الله كعب ستان فحسن وفي عن تهايو فإن الله إب كان وحوا هذه غفورا للدم بقول دافها وفق هدي وحي حمان تا وكسر النغضه وحي وهلي وهجاتشيو رحيما أو ولبن أدوم دي سو نحريستا وإن يتفرق هدي لك على الغاتشيو أو لو كره هيامه يغني الله إله وكدقيا وكهد منيا كلا كل أركو من سعته نحريستي سبلارا وكان الله يبوح هذه واسعا الله نحريستي سو أي بلارا تاي حكيما وممل وناكسا ولله يبوح ليه ما في السماوات رريالها يوحد حضوض كسوغا وما في الأرض ولليالا يوحد كسوغا لسغا إسكال إسغانا ما مشه سغا أبورتي ولقد وحدبا وصينا إنا فرني الذين كيوتوا لسيي الكتاب كتابك يهودي نصارى ومن قبلكم إذنك إذن كهرهي وإياكم إذنك بوحان إذن فرني أن اتقوا الله وإلهي كعبسدا ومضيه هره إلى آدم لقصوا بالله إلى أمدين وحان لفري أن اتقوا الله إله لقى عبسدا وإلهي فري أدومدنا كران كودا هفليان وحي إلهي ودي دينا وإن الدنو قبحانو برنانك كمران وإن تكفروا حداد قالوا ذان دي إلهي ما ذحكا قوينيسا فإن لله إبوحا وصغان ما في السماوات رليالها يوحا كود حجرة وما في الأرض لليالها يوحا كود حجرة وكان الله إبنوحا غنيا على كمارما الدوم مديسا يعبادة دودة يومورتو رنبو كمارما حميداً على الله مهديوه وهدي اللي ديدو إني ديدو إنت مهدينا إسا كبضاً قير الله سبحانه وتعالى ولله يبوح وصغاً ما في السماوات ريالها يبوح كل حجر وما في الأرض وكفى وحا كفلاً بالله يبوح كفلاً وكيلاً حفظي إله يبوح كفلاً سبحانه وتعالى مركز سيدة درته وحال فريهي إن إلهي سبحانه وتعالى لقى بقه إلهي وحي أوديدي لدايو وحي إلهي أدومضة أوفرين قفك أوديس إنت كران كيس أوفليو تاسا إلهي نفري سبحانه وتعالى إي وحي إلهي ديدي إن مارت قنفك اللي قدفته أول الدردراي إي وحي إلهي ذهي عرب حماء الدون إي عذاب آخر إلهي عذاب آخر ولقد وحدب وصينا إنا نقدر دارني أم فرني الذين كيوتولس يا الكتابة كتابة من قبلكم إذنك إذن كهرية وإياكم إذنك أمة محمد أبا أن اتقوا الله إلهي كعب صدا وإن تكفروا هداد قالوا ذان فإن لله يبوح ليه ما في السماوات وما في الأرض عرارك يدولالك يبوح كل حجر ورد إساء إسكالي الدنيا آخر إساء إسكالي أدون حنو عاسيم حقوف له وكان الله يبوح هذا غنيا اللهم أرمه وحب بهن يهجرين حميداً اللهم هديه ولله يبوح أسوغاً ما في السماوات وما في الأرض وكفاوح كفلاً بالله يبوح كفلاً وكيلاً حفظيه إله يبوح كفلاً
adoomada isaga ka wada warqaba iyo sha hadduu dooneeyba yudhibkuma idin tagsiinaya waa idin baabi'inaya ayuhannaas dadow saad u dhan tahay waa idin baabi'inaya wayaatii wuxuu la imanayaa biaakhariina kuwo kale ma ilaah la imanaya وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم مرك وما بعزيز على الله إلهي كركي سنة وحكو على السماء أنت أيضا إن يشهدوا دونيب يذهبكم وإذن تكسين يا أيها الناس ضدوا جنقين وكجرة أنت عبادة لك الربين يا الله عبدان ورنبا الناس ذا سوق ليس ويأتي وحو الله إيمانيا بآخرين وكله kuwa ma insiba ma jinniba ma maahane uun kala ilaahay wuxuu rabu la imaan kara waxa alla wuxuu rabo yaati biaakhariin wa kaana allahu allahu wuxuu ahaaday calaa daalika arinta qadiiran alla awoodo shay uu damcay inuu sameeyo kun buu leeyahay waan iska ahaanay war maa jira man kaana qofkii ahaaday yuriidu mid doonaya sawaaba adduunyaa ninkii adduunye uun doonay adduunye un buu raba inuu farqaha ka buuxsado kaa doonaya fa cinda allaahi ee baagtiisu ahaaday sawaabu dunyaa adduunyada iyo waalaakhirati aakhiraba ilaahay agtiisa ah marka labadaba ilaahay baa laga doonaa ilaahay weydiiso haddaad adduun keliya doonayso ilaahay agtiisu yaal haddaad aakhara keliya doonayso ilaahay agtiisu ee aakhara taalla labadaba haddaad doonayso ilaahay agtiisa wa طيب من كان قفك يا هذا يريد مدونا إياه قف دونا يا ثواب الدنيا الدنيا رب الروح وحكى له آخرك وهي سامجره يعني مارث محوها الدون كليته فعند الله إبا أكتسوا هذا ثواب الدنيا الدنيا ذا إلهي أكتسي هاتي كري هداد دوني سعد هداد قارع الدوني سو هداد قبر الدوني سو إلهي أكتسي أمبيالين طيب والآخرة آخرة قفكي دونية استغنى فعند الله إلهي أكتي سيالين وكان الله والله وحوى هذا سميعا اللهم مغلاده ومضو وحى الله وحي كوها دلان وردان وإلهي مغليا بصيرا الله أركي ويانو وحى الله وحي السمعين يانا إلهي وأركي وانا كل حساب تمدونا والله أعلم سبحانه